وفي الحقيقة هادشي كيشرف بالخير، لأنه بعد أولا قبل أول شيء هذه شركة مغربية، وإحنا الحمد لله كنشجعوا جميع المنتوج ديال المغرب، منتوج وطني، بارك علينا من المنتوجات ديال الخارج، والحمد لله اللي لقينا الناس دي زونتربرونور اللي كيصاوبوا كيديروا شي حاجة اللي تكون ديال البلاد باش يبقى الخير ديالنا في البلاد، ولله الحمد. سي فغي كو البترول ما عندنا شيء، ولكن على الاقل سيرفيس وسميتو مغربي 100%، والاشهار ديال سميتو. هذه وحده. ثانيا فهاد المنطقه هذه مزيان كي تكون شي شويه ديال لا كونكورونس ديال المنافسه، لانه اليوم كاينين واحد جوج ستاسيونات ان توكا كنهضر على هاد المنطقه، هاد لي 30 40 كيلومتر اللي دايره بهنا. الحمد لله هي اون كونكورونس، دابا ولات كونكورونس، لانه كانوا شي شركات اللي كاينين هنا في لي زون دوتور كيحلوا وقت ما بغاو ويزدوا وقت ما بغاو، ولو سيرفيس كان عيان، زعما لان الناس ولفوهم تيقولوا ما عندهم فين يمشيو غير عندنا حنا. والحمد لله اليوم ها هو كاينه اون كونكورونس، ولله الحمد سكو جو فوا بانه سي اون غروند ستاسيون غادي يكون فيها جميع الامور اللي كيخص بالناس اللي كيسافروا، لا الماكله ولا اللعاب ولا الفيدونج لافاج ليسونس، ولله الحمد هادشي صافي ان تري غون بليزير. ولله الحمد زعما جي فيو دي ستاسيون كو سا سوا في المغرب ولا في الخارج، ولله الحمد هادي كتبشر بالخير، والله يجازيكم بخير، والله يعاونكم، والله يكثر من المثال ديالكم، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح ان شاء الله في هذا العمل ديالكم. اولا هاد الفكره ديال ان هاد الشركه ديال لوكاليب قررت دير هاد محطه الوقود هنايا كانت فكره في اوانها، لانها جات باش تفك واحد المشكل كان عند الساكنه هنايا، هو انه كنا كنعانيو نمشيو ننتقلوا لمناطق بعيده باش نتزودوا بالوقود، وكذا الخدمات الاخرى اللي كتوفر في محطه الوقود. وبالتالي كانت هذه الفكره فكره جميله جدا، وكانت كتفك العديد من المشاكل ديال السائقين في هذه المنطقه، والسكان اللي ضروري كيحتاجوا هذه المنتوجات البتروليه. وكما ان الشركه حنا فرحانين بها لانها شركه مغربيه كتشجع الاقتصاد الوطني، وماذا بينا نشوفوا شركات محليه وطنيه بحال ما هكا ديما يديروا بادره بحال هذه البادره هذه، ويديروا لنا مشاريع اخرى، ماذا بينا نشوفوا تيرانات، ماذا بينا نشوفوا مؤسسات ومرافق اخرى كتهم الاقتصاد ديال المنطقه وكتنمي كل مجال في المنطقه. واخيرا كنبغي نشكر الشركه ديال لوكاليب اللي جابت لنا هذه الفرصه هذه باش تفك لنا العديد من المشاكل في هذه المنطقه هذه، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.